اللي حصل لحظة تتويج المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية امبارح للأسف كل العالم العربي بيتكلم عليه، مهزلة بمعنى الكلمة حصلت مع المنتخب المغربي واللاعبين المنتخب المغربي. كل الناس بيحصل ده، ابوس ايديك وخلاص. خلاص يا مغرب مفيش كده، ده احنا الفرعنة 5-0. ما ترجعوش احنا كلها وصلنا الحته دي بصراحه. يعني احنا احسن من المغرب بغض النظر عن السته اللي احنا خدناهم، واحسن من اسبانيا شايلينهم اتنين ان هم كسبوا وصلوا الفاينل مع فرنسا. عملت ايه في الماتش؟ الحمد لله اتغلبنا 6-0. الحمد لله. انا مستلم الفرقه دي بتتغلب 25-0 و38-0. طب اتدرب سله ولا كره قدم؟ هو احنا هنلاعب المغرب امتى تاني يا جماعه؟ ها هنلاعب المغرب امتى تاني؟ هو احنا هنفضل في الهم ده كتير؟ احنا تعبنا كفاية بقى تريقة علينا. قسما بالله مستنيين اليوم اللي نلعب فيه المغرب تاني عشان ناخد حقنا دابا احنا نسينا صافي. صافي برونز يا داير رجعوا كل واحد مشى صافي سالات الحفلة. لا وما باقي شادين حيتاش كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات، راني قلت لكم راه المهم ما عليناش في هذا الفيديو الاخوان. غادي نشوفوا واش المصريين اللي تيحبوا المغرب على هذا الشيء اللي تيديروا. كثرت لي فيديو كل مره لي فيديو تيهضروا على المغرب بزاف، شوف المغرب. المهم هاد السيد هذا دار واحد ريبورتاج تيسول الناس تيقول لهم اش من دوله عربيه اللي تحبوها، كيسول المصريين. المهم حنا غادي نشوفوا اشنو الدوله اللي غادي يختاروا المصريين، واش نيت تيحبوا المغرب ولا غير هاد صحاب لي فيديو تيقلبوا على المشاهده والارباح وسميتو. واخا تبعوا الفيديو حتى الاخر. ايوا ولد بلادك ما تنساش المتابعه الاشتراك ابوني لايك. تحياتي لكم جميعا. ولكن قبل ما نسمعوا هذا شوف لي هذا مصري، هذا دماغي مريقل، هذا مريقل لا مريقل هذا مريقل. شوف الحقوني يا عانى، الحقوني يا عانى، رجعت تعمل ايه؟ والله يسعدك يا انت يا بتاع مرامي. الله امزو امزو النهارده يا حبايبي، النهارده امزو بنت المغرب استاذ سماء، ربنا يخليها يا رب جثه ويخليها ابنها ويحفظها. انت بتاع وريني كده، اوعي ناس بيك كده، وريني اديني ولاد المغرب ربنا يحفظكم. استاذ سماء 2 مليون يا رب يخليها يا رب. ولاد المغرب 2 مليون عاشت بنت المغرب عاشوا بس. شكرا استاذ سماء، كون يجي على اللايف، كون يجي على اللايف. مريقل حتى هو عاق بيهم، والله حتى عاق بيهم. عارف المغاربه انتم تيلحسوا الكابا بزاف. كي برافو عليه الطريقه اللي تيدير، تيدير لي لايف تيك توك تيدعموا الناس اللي صيفطوا ليه الكادوات، ونفس الوقت تيرسم لهم العلم ديال الدوله ديالهم. الا لاحظتوا معايا هنايا اغلبيه تيرسم المغرب، اشنو دابا صيفطوا ليه لي كادو من المغرب للمغرب. تبارك الله عليه بصحته وراحته، كاين خدم دماغه برافو عليه. هذا كاين غدا ان شاء الله راه يسلو اركان والزيت والعسل نتا مواكلش خيرات بلادي يا حيتاش المغاربه كيما حنا البراني راكم عارفين، حنا البراني تنبانو زعما راهم شي حاجه، ولكن ولد البلاد لا راهم راه كاينين في العربيه تيديروا لي فيديو راه ما كاينش اللي يصيفط لهم شي حاجه. لا حتى هادوك العرب هادوك عربيه اش فايديهم، لا خصهم بين قدام هادو فهمتي كيفاش. ما عليناش راكم عارفين الناس اللي متبعيني وعارفين العقليه ديالي، انا عقليه سوسيه، عندي غير نيشان، ما عنديش تطبيب، ما عنديش نزوق الهضره، وما عنديش نحس الكاب ولا ود المعلم، عندي داكشي غير نيشان اللي شتا تنقولها. انا راه عارف بنادم، راه قاري بنادم، انا بنادم غير تيهضر ولا بنادم ما سميتو تنفهمو القصد ديالو وتنفهم الغرض ديالو. وانت نتايا اللي غادي تجي تدافع عاوتاني وتكتب ليا في التعاليق، انا عارفك شنو غادي تكتب، ولكن قالوا لي شي ناس هنا ما بقاش جاوبهم حيتاش غادي يجبدوا ليك المشاكل. قالوا لي راه الكراغيله، ولكن انا الكراغيله عارفه هادو مغاربه تندخل تنفيريفي نقلب الكونت نشوف القناه متى تصاوبات السميات اللي تبدلات، هادي هذاك الشيء انا عارفه. راه انا عارف هادشي مزيان، ماشي
راهو الدومين ماشي يلاه بادي، شكون بغيت نطلع القناه ونوصلها لمليون كون جيت انا تنحصل كاب، ولكن انا حديت بنادم اللي تيمشي نيشان تيبغي حتى واحد، خصك ديما سميتو ما عليناش. واخا دابا غادي نمشيو نشوفو المصريين واش تيحبوا المغاربه نيت ولا لا. بس يا ترى ايه اكتر دولة عربية بيحبها الشعب المصري؟ هننزل نسأل الناس عشوائي في الشارع وساعتها هتعرفوا الاجابة. اكتر دولة عربية المصريين بيحبوها تفتكري ايه؟ ممكن السعودية. الله اكبر، السعودية. زيد السعودية. العراق. السعودية والعراق. احلى تحية للسعودية والعراق. نعم سيدي. زيد العراق. اكتر دولة عربية المصريين بيحبوها هي ايه؟ العراق. 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 بنحب العراق واهل العراق. اه طبعا. اكتر دولة عربية مصريين يا رب يا رب تقول المغرب بيحبوها هي ايه؟ سوريا والسعودية. سوريا والسعودية. انت بتحبي سوريا والسعودية. اكتر دولة عربية يا رب يا رب تقول المغرب يا رب ما تحش منش يا رب. المصريين بيحبوها هي ايه؟ اكتر دولة عربية اكيد مصر يعني. لا غير دولتك يعني، بلد غير دولتك. غير دولتي يعني اكيد فلسطين. فلسطين طبعا مفيش عليها كلام، كله فلسطين. فلسطين طبعا. ايوه. طيب لو قلنا مثلا دولة تانية او كده. دولة تانية. طب اشمعنى فلسطين يعني؟ يا ربي تقول المغرب يا ربي. انت ما بحبش فلسطين يعني؟ احنا كلنا لا مربوطين بحبوا فلسطين طبعا. لا ايوه. اكتر دولة عربية يحبها المصريين هي ايه؟ احنا يا ربي قول المغرب يا ربي. بنحب فلسطين. انت منين؟ انا اردني. الاردن. اودي فلسطين كامل تنحبوها وباغينها. فلسطين مابقاش تدخلوها، فلسطين كلشي معاها، الدول العربيه كاملين معاها. احلى تحيه للاردن واهل الاردن. يعني اكتر دوله عربيه بيحبها الاردن واهل الاردن فلسطين. اه فلسطين. والله انا سالت مصريين كتير برضو قالوا فلسطين. يعني يا فلسطين يعني الشعوب العربيه كلها متجمعه على حبها. يعني المصريين بيحبوها هي ايه؟ اكيد مصر يعني. لا غير دولتك، غير بلدك. فلسطين. لا احنا عايزين برضو حاجه غير فلسطين، الناس كلها اختارت فلسطين، عايزين حاجه بقى غير مصر وفلسطين. العالم العربي كله اكيد كويس يعني، بس ممكن نقول الجزائر. الجزائر. احنا طبعا احنا الجيران. الجيران المرضي. الجيران للجزائر وللوطن العربي كله. احنا بس بنشوف مدى حب الشعوب العربيه في قلوب المصريين. اكتر دوله عربيه قريبه يا ربي تقول المغرب يا ربي. قلبك ايه؟ الامارات. برضه الامارات. طب هسالك بقى سؤال وده ساعتها هنعرف بقى يعني اذا كنت انت بتحب اكتر دوله هي ايه فعلا. اكتر دوله عربيه قريبه لقلبك هي ايه؟ صاحبتي. صاحبتك. صاحبتك منين؟ صاحبتك منين يعني؟ المغرب. المغرب. واخيرا واخيرا المغرب. واخيرا انت بتحب المغرب واهل المغرب. اكتر دولة عربية انت بتحبها هي ايه؟ فلسطين. فلسطين برضه. الناس كلها كل ما اقف حد يقول لي فلسطين فلسطين. يعني فلسطين الدولة القريبة من القلب طبعا. أيوه. اكتر دولة عربية المصريين بيحبوها او انتوا بتحبوها مثلا؟ فلسطين. فلسطين مفيش كلام بعد كده. طب وانت؟ المغرب. المغرب. بحب المغرب. طب اشمعنى؟ فلسطين برضه. بحب الفلسطينيين برضه. بس طب ليه اشمعنى يعني فلسطين والمغرب؟ انا بحبها عشان اهلها وارض عربيه والقدس وكده يعني. اعلى نسبه جمال في الوطن العربي كله تفتكر فين؟ لا هو الجمال اهم حاجه. اذا الاخوان بارك لي انه هو داير تجربه ديال الجمال والمصريين اش من دوله اللي تيحبوها. كما شفتوا هنايا اغلبيه جوج الناس هما اللي قالوا المغرب. هذا ماشي تيحكم بلي انه المصري ما تيحبوش المغرب، ولا انا جايب فيديو باش نقول لكم بلي انه ما تيبغيوناش ولا سميتو. انا غير قلبت، انا عيد ما نقلب على لي فيديوهات السيد والله يطلع لي هنايا. ربما الله يحفظ لي مشكل في القناه. هذا هو اللي بان لي هنايا. تسنى سألت العرب في أصعب اللهجات، سألت المصرية من أي دولة عربية تختارين، لقيت هذا هو اللي لقيت دار التجربة الاجتماعية. إذا هذا الشيء أنا اللي بان لي حيتاش هاد الناس هادو، هذا هو الواقع اللي في الفيديو اللي شفنا هنا، هذا هو الواقع. هاد الناس هادو اللي غاديين في الشارع جايين، أما داك اللي تيكون
تيدير لي فيديو ولا تيعطيك ديك الهضره الحلوه هو حيتاش ضروري يعطيك الهضره الحلوه باش يستهدفك نتايا باش تبين وسميتو. المهم انا راه ما قلت والو، دير بحال ما سمعتونيش فهمتيني، ديروا بحال ما سمعتونيش شي وحدين ماشي الناس اللي متبعيني، الناس اللي ديما تيديروا جيم قبل ما يتفرجوا، اللي معايا ديما حتى نهضرش عليهم، حتى نهضر على هذاك اللي تيدخل اول مره تيتفرج ديما. المهم ما عليناش، هذا ما كان في هذا الفيديو يا الاخوان، غير هادي الشيء وجدوا ليه لانه غيبقاو هاد 15 يوم كامل وما غيحكيو علينا. الله يحفظ على المنتخب المغربي ان شاء الله، غادي يلعب التصفيه ديال كاس افريقيا في شوتانبير في من بين 2 و10 شوتانبير، غادي يبداو عاوتاني التصفيه ديال كاس افريقيا وغادي يعاود ثاني يقوسوا عليك. ما كاين غير المغرب 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 المغرب، يبقاو يديروا لي فيديو حتى يقولوا لك شوف المغربي كيفاش كيلبس الكيرو، عاقل عليها.